مجموعة رويال الفرنسية هي إحدى شركات مستحضرات التجميل التي وقعت للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد. في هذا المعرض لن تقوم مجموعة رويال بعرض مئات المنتجات الجديدة فحسب، بل ستقدم سلسلة من الحلول الجديدة التي تكون أقرب من المستهلكين الصينيين. إن معرض الصين الدولي للاستيراد هو منصة ممتازة لتلقي بعض المفاهيم التكنولوجية المتطورة، ويطلق هذا العام منتجا مخصصا للعناية بالبشرة والجمال، وذلك في أول ظهور له في آسيا. في منطقة عرض المعدات التقنية تعرض بعض الشركات من منتجاتها ذات المحتوى التكنولوجي العالي، كما ستقوم الرافعة الشوكية الأوتوماتيكية المخصصة لحمولة قصوى قدرها طن واحد التابعة لشركة جونجن ريتش الألمانية بالعرض الأول في هذا المعرض، ويمكن للموجات فوق الصوتية وأجهزة الاستشعار الموجودة على الجسم مراقبة البيئة المحيطة بالمركبة بشكل فعال وتقليل معدل الحوادث. إن معرض الصين الدولي للاستيراد هو أكبر سوق لعرض منتجاتنا وتقنياتنا، ثم تنطلق العديد من المشاريع في النهاية.